كل عام بخير صحة وسلام وإن شاء الله عيد الفطر مبارك. تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وما هي الإجراءات التي قمتم بها على أثر توجيهات السيد محافظ صلاح الدين؟ أهلا وسهلا. بداية يعني أجمل التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية وعلى العراقيين وعلى شعب صلاح الدين بشكل خاص بالأمن والأمان والسلامة، ويعاد عليهم إن شاء الله أعوام عديدة وسنين مديدة وهم يرفلون بالصحة والسلامة والأمن والأمان. حقيقة وجه السيد المحافظ بمتابعة الإجراءات الخدمية والأمنية في خلال عطلة عيد الفطر المبارك. تم يعني خلال هذا اليوم صباح هذا اليوم عقد اجتماع في ديوان القائمة المقامية برئاستنا وحضور مدراء الدوائر الأمنية والدوائر الخدمية في القضاء. خلال الاجتماع تم توزيع المهام الأمنية، مسك المناطق المهمة، تأمين صلاة العيد، المرافق الترفيهية والسياحية، الشارع الحولي بالنسبة لمدينة الألعاب، ويعني المرافق المهمة، الكوفيات، كل يعني هاي المناطق تم تحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى توجيه الدوائر الخدمية باستنفار يعني تام بالنسبة لدوائر الماء والمجاري والبلدية وأيضا دائرة الكهرباء. كل الأمور تم توجيه بها وضمن جدول زمني وضمن توقيتات وأسماء محددة يعني تنفيذ هذه الخطة. إن شاء الله راح يكون العيد هذا يعني آمن، خدماته كلها راح تكون يعني جاهزة، ما راح يكون عندنا إن شاء الله أي نقص أو تقصير إن شاء الله. التوفيق إن شاء الله، وعيد مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين يا رب. مناسبة عيد الفطر المبارك لأبناء محافظ صلاح الدين ولأهالي ضلوعينا. يسعدني أن أهنئكم بعيد الفطر المبارك، عاد الله علينا وعليكم بصحة وعافية، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا احنا نحب ان نطمن اهلنا في قضاء ضلوعيه انه الياتنا وكوادرنا جاهزه في خدمه اهلنا في قضاء ضلوعيه بناء على توجيهات السيد محافظ صلاح الدين لدعم الحمله والتنظيفات في قضاء ضلوعيه، وعلى الاجتماع الاخير اللي حضرنا فيه في مقاميه قضاء ضلوعيه بتوجيه كافه الاليات الخدميه في فتره ما قبل العيد وفتره العيد. تبقى الياتنا مستمره ان شاء الله طيلة فترة العيد المبارك.